السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جونيور وان؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ النهاردة يا حبايبي احنا هنكمل مع بعض عملية التصميم الهندسي، واحنا قلنا للناس اللي ما كانتش موجودة معانا او اللي مش واصلة له برضو ومش فاهمة، عملية التصميم الهندسي هي عبارة عن عملية انا باخد فيها خطوات عشان احل بيها مشكلة. يعني خطوات انا باخدها عشان احل المشكلة اللي عندي. زي ايه يا مس هبه؟ انا دلوقتي زي ما قلت قبل كده، انا عندي مشكله ان القفص بتاع العصفوره بتاعتي مش مظبوط، والعصفوره متضايقه والقفص صغير وبدا يتكسر. دي مشكله صح ولا مش صح؟ مشكله انا بواجهها عشان خاطر العصفور بتاعي تعبان في القفص دوت. طب انا هحل المشكله دي ازاي؟ انا هحل المشكله دي ازاي؟ انا هعمل فيها عمليه التصميم الهندسي ازاي يا مس هبه؟ برضو انا مش فاهم. انا اول حاجه القفص بتاع العصفوره دوت مضايقني، انا لازم افكر. لازم ايه؟ افكر. يبقى اول خطوه فكره. اول خطوه ايه؟ فكره. انا هفكر ازاي احل المشكله بتاعه العصفور ديت. انا فكرت وخدت قرار اني هعمل قفص جديد، هصنع قفص جديد للعصفوره ديت حتى لو بادوات بسيطه. طيب انا هستخدم ايه؟ هستخدم مثلا خشب ومعدن وسلك اللي انا اعمل بيه القفص دوت. يبقى تاني حاجه ايه؟ المواد المستخدمه. استخدمت مواد عملت بيها القفص. طيب خلاص انا كده هعمل قفص على طول، ولا هحط بقى خطه علشان ازاي اعمل قفص؟ اعمله مدور، اعمله مربع. انا كده حطيت خطه. اخر حاجه هعملها ان انا هبني القفص. شفتوا بقى ازاي انا استخدمت عمليه التصميم الهندسي؟ اول حاجه، اول خطوه فكره. اول خطوه ايه؟ فكره. انا استفكرت ان انا احل المشكله بتاعه القفص ده ازاي. تاني خطوه مواد. تاني خطوه اللي انا استخدمت المواد علشان اعمل القفص. تالت خطوه تخطيط، انا خططت ازاي اعمل القفص دوت. الرابعه بناء، بنيت القفص بتاعي. يبقى انا اول خطوه فكره، تاني خطوه مواد، المواد المستخدمه، تالت خطوه تخطيط، الرابعة بناء. وزي ما عملنا الأغنية اللي احنا عملناها مع بعض في المدرسة، أول خطوة فكرة، تاني خطوة مواد، التالتة تخطيط، الرابعة بناء. دي خطوات التصميم الهندسي. دي خطوات إيه؟ التصميم الهندسي. يبقى أنا عندي خطوات أنا باخدها علشان أحل بيها مشكلة، عشان أحل بيها إيه؟ المشكلة، تمام؟ طيب انا كمان اخدت عمليه التصميم الهندسي في ايه؟ اللي انا عملت وسيله مواصلات نظيفه. انا قلت قبل كده وهقولها تاني، وسائل المواصلات هي عباره عن وسيله بتساعدني ان انا انتقل من مكان الى مكان اخر. هي وسائل بتساعدني عشان انتقل من مكان الى مكان اخر، تمام. وقلت كمان إن وسائل المواصلات في منها وسائل نظيفة. زي إيه؟ زي مثلا الدراجة، القارب، كل دي وسائل نظيفة. السير اللي أنا أسير على قدمي، طبعا كل الوسائل دي مش بتلوث البيئة. وقلت إن معنى كلمة التلوث يعني شيء ممكن يضر البيئة اللي إحنا عايشين فيها، شيء بيضر البيئة، يعني المكان اللي بيحيط بينا بالحيوانات والكائنات الحية كلها والحاجات الغير حية، هو ده معنى البيئة، تمام؟ يبقى تاني، يبقى معنى كلمة التلوث هو شيء يمكن أن يضر البيئة. طيب أنا كمان عملت إيه؟ عملت وسيلة مواصلات اللي هي الدراجة. واستخدمت إيه؟ أول حاجة أنا فكرت أعمل وسيلة مواصلات اللي هي الدراجة. يبقى دي أول حاجة الفكرة. بعدين استخدمت المواد المستخدمة زي البلاستيك والكاوتش والمعدن اللي أنا أصنع الدراجة. وبعدين خططت اللي أنا إزاي أعمل الدراجة دي، أعملها مثلا أركب جيل أول ولا جيل أول. وآخر حاجة عملتها إني عملت إيه؟ بنيتها وصنعتها. حتى لو كان شكل الدراجة دوت شكل بسيط،
انا عايزه اعمل حاجه استخدم فيها عمليه تصميم هندسي، وانا قلت ان عمليه التصميم الهندسي ديت بيستخدمها المهندسين الحقيقيين، يعني احنا كده بقينا زي المهندسين بالظبط، اللي احنا بناخد خطوات عشان نحل بيها المشاكل الموجوده معانا. تمام. طيب انا دلوقتي عملت امبارح وسيله مواصله، تمام، في بقى حد تاني ممكن يعمل لي وسيله من زمايلنا؟ ممكن يعمل وسيله مواصلات تانيه. ايه رايك نختار وسيله مواصلات تانيه بنروح بيها مثلا عند تيتا او بنركبها؟ ايه رايكم نعملوا السياره؟ هاي تيجي نكتب مع بعض وسيله المواصلات التي مثلها النموذج هي السياره. يلا نكتب السياره. كتبنا مع بعض ايه؟ تعالوا نعمله مع بعض السياره. هنكتب مع بعض الوسيله ديت السياره. يا ترى انا هصنع النموذج ده ازاي؟ طبعا انا هعمل سياره نموذج بسيط، يعني ممكن استخدم ورق، ممكن استخدم كرتون، ممكن استخدم كانسون، طبعا هلزقه باللاصق اللي هو الجلو، ممكن استخدم ورق فوم. انا عايز اعمل نموذج بسيط للسياره. تمام معايا؟ طيب طيب لو جينا دلوقتي وقلنا ما أوجه التشابه بين نموذج المجموعة والنموذج الخاص بك؟ احنا قلنا اللي احنا عملنا نموذج لدراجة، تمام؟ طيب النموذج بتاع التاني اللي احنا عملناه للسيارة، يا ترى الاتنين بيتشابهوا مع بعض في ايه؟ أو طبعا هما وسائل نقل الاتنين، إلى جانب ايه؟ اللي احنا عملناهم بنفس ايه يعتبر؟ يعني احنا استخدمنا مسدس الشمع والشمع هنا وهنا، المعدن هنا استخدمنا ورق، يعني ممكن يتشابه بعض المواد المستخدمة زي مسدس الشمع. يبقى أوجه التشابه هنكتب مع بعض تشابه تتشابه في بعض المواد المستخدمة. تمام. يبقى أنا النهاردة أخدت إيه؟ النهاردة أخدت مراجعة التصميم الهندسي، وقلت إن أنا عملية التصميم الهندسي بتبدأ إيه؟ أول خطوة فكرة، تاني خطوة مواد، التالتة تخطيط، والرابعة بناء. ديت عملية التصميم الهندسي. أنا استخدمت عملية التصميم الهندسي اللي أنا أحل بيها المشاكل. استخدمها اللي أنت استخدمتها في وسائل النقل زي اللي أنا عملت دراجة وعملت سيارة. واتكلمت كمان عن الأشياء اللي بتلوث البيئة. تمام؟ الفصل ده كله بقى إحنا استفدنا منه في إيه؟ إحنا في الفصل ده اتعلمنا حاجات كتير أوي. اتعلمنا أول حاجة وسائل النقل اللي احنا بننتقل بيها ونتحرك بيها. اتعلمنا كمان إن إزاي أجزاء الجسم بتاعتنا بتساعدنا على الحركة والتحرك. اتعلمنا إن الأجزاء كمان إن في اللي في الحيوانات بتساعدها على الحركة، وفي أجزاء بتساعد على تناول الغذاء، في أجزاء كمان بتساعد على الحماية. كمان أخدنا إن أجزاء عملية التصميم الهندسي، وإن هي خطوات أنا باخدها عشان أحل بيها المشكلة. تمام؟ طيب لو جينا مع بعض راجعنا شوية حاجات، تعالوا كده نراجع مع بعض عشان خاطر بإذن الله الامتحان يوم الأحد. أول حاجة أنا في الفصل ده اتكلمت عن أجزاء النبات والحيوانات، وقلت إن أجزاء النبات بيتكون من جذور، ساق، أوراق، ظهر. جذور، ساق، أوراق، ظهر. تمام؟ أنا كمان قلت إن أنا عندي كل شيء من الأشياء ليه أجزاء، زي الأشياء الغير حية زي القلم الرصاص ده بيتكون من ثلاث حاجات، سن وساق وممحاة. طب أجزاء النبات عندي بتتكون من إيه؟ جذور وساق وأوراق وزهر. إيه فايدة الجذور؟ ها الجذور دي يا حبايبي فايدة مهمة جدا. مهمة في إيه؟ الجذور دي بتساعد، أول حاجة بتثبت النبات في الأرض، بتخلي النبات ثابت في الأرض.
إلى جانب إن هي بتمتص الماء والغذاء من التربة. الساق تجعل النبات في وضع قائم، تخلي النبات عندي ثابت، وكمان بتعمل إيه؟ بتوصل الغذاء من الجذور اللي تحت إلى الأوراق، دي وظيفة الساق. طب الأوراق بتعمل إيه؟ بتسمح بتخلل الهواء، دخول الهواء وضوء الشمس إلى النبات عشان يصنع غذائه. إحنا قلنا إن غذاء النبات عبارة عن ماء زائد ضوء الشمس وهواء طبعا. طيب آخر جزء عندي هو الزهرة. إيه وظيفة الزهرة؟ الزهرة بتقوم بإنتاج البذور الجديدة. معايا؟ يبقى ده أجزاء النبات. أنا كمان قلت إن أجزاء الحيوانات كتيرة، زي الصدفة اللي هي بتكون موجودة في السلحفاة. الصدفة دي بتعمل إيه؟ بتساعد السلحفاة على حمايتها، لو حست بالخطر بتدخل جوه، يبقى ده جزء من أجزاء السلحفاة الصدفة، بتستخدمها لإيه؟ للحماية. عندي كمان الأجنحة، إحنا بنستخدم الأجنحة في الطيران اللي هي الطيور طبعا، مش إحنا، عشان إحنا بنتحرك عن طريق القدمين. يعني إحنا دلوقتي نطير ولا نسير؟ نسير، إحنا بنسير على قدمينا، لكن مين اللي بيستخدم الأجنحة؟ الطيور. يبقى الطيور بتستخدم الأجنحة في الحركة، إن هي تتحرك بتطير بيهم. إحنا كمان عندنا في الإيه؟ احنا عندنا دلوقتي عندنا الطيور بتستخدم المنقار. يا ترى الطيور بتستخدم المنقار ليه؟ عشان تتناول بالغذاء، بتاكل بيه. يبقى دوت وظيفة المنقار تناول الغذاء، يعني المنقار ده بيساعد الطيور على تناول الغذاء. تمام. عندي كمان الريش. الريش ده بيساعد الطائر ان هو يطير، وكمان بيساعده على حمايه، يعني بيحمي جسمه، بيدفي جسمه، مش مثلا الطائر على جلد، الريش ده بيحمي جسم الطائر، يبقى الريش ده بيساعد على الحمايه. القرون. القرون دي بتساعد برضو على الحمايه، لما الخروف مثلا او الغزال اللي احنا شايفينه قدامنا بيشعر مثلا بهجوم عليه او حد ممكن بيقوم بمهاجمته، هو بيدافع عن نفسه وبيحمي نفسه بالقرون، اللي هو بيهاجم الشخص اللي بيعتدي عليه. المخالب برضو بتاعت النمر او الاسد او الطيور بتساعد على الحمايه. كمان الحوافر بتساعد على ايه بقى اللي موجوده في الحيوان؟ ان هو يتحرك. لو الحيوانات دي ما عندهاش الحوافر الجزء اللي تحت ده، ايه اللي هيحصل؟ هتعرف تتحرك؟ لا مش هتعرف تتحرك، يبقى الحوافر دي بتساعد على الحركة. القشور بتاعت السمك بتساعد على حماية السمكة جسمها. الجراب، ايه اللي وظيفة الجراب بتاع الكنغر؟ الجراب دوت بيساعد على الحماية. هي الكنغر الأم بتضع فيه رضيعها اللي هو الكنغر الصغير بتحميه. تمام. في كمان خلاص كده. طيب احنا كمان خدنا بعض الكلمات اللي هي في الحركة زي ايه. تمام. احنا عندنا بعض الحركات اللي احنا استخدمناها زي حركة يقفز، الكرة طبعا بتقفز. اخدنا كمان يتدحرج، وخدنا كمان يدور حول نفسه زي الايه، زي النحلة اللي احنا جبناها والسبينر، وخدنا كمان يتزحلق او ينزلق اللي احنا ايه زي ما قلنا مع بعض. انا دلوقتي نزلت الريس وهنزلق على ايه؟ على الزحليقة اللي موجودة تحت. طيب خلي بالك الكرة بيحصل ايه؟ الكرة بتدور حول نفسها، الكرة تقفز، الكرة تتدحرج، لكن لا تنزلق. ليه؟ لأن هي أثناء وهي بتيجي تنزلق بتتدحرج، بتلف حوالين نفسها، فده ما يعتبرش ايه؟ انزلاق. كمان قلت إن احنا عندنا وسائل مواصلات، وقلت إن وسائل المواصلات دي أنا عبارة عن وسيلة أنا بستخدمها إن أنا أنتقل من مكان لمكان آخر، بتساعدني على الانتقال، ودي
انا بتحرك بيها. وقلنا ان وسائل المواصلات اللي موجوده عندي في مصر زي ايه؟ السياره والطائره والقارب والطوافه اللي هي الهليكوبتر، عندي كمان الدراجه، وعندي السير. وفي وسائل نظيفه بتحافظ على البيئه ومش بتلوثها. ومعنى كلمه التلوث اوعى تنساه، التلوث ده شيء بيضر البيئه. ايه البيئه دي يا مسيبه؟ البيئه دي المكان اللي احنا عايشين فيه بالكائنات الحيه والاشياء الغير حيه، زي المدرسه. احنا دلوقتي المدرسه ديت مكان بيحتوي على كائنات حيه زي النباتات والمدرسين والطلبه وبعض الحيوانات زي القطه اللي بنشوفوها عندنا او الطيور، واشياء غير حيه زي المباني، زي الشبابيك، زي السمارت. هي دي البيئه. التلوث ده بقى شيء يمكن ان يضر البيئه، زي الدخان، زي القمامه. في وسائل مواصلات نظيفه زي الدراجه، زي القارب، زي السير. وفي وسائل مواصلات بتلوث البيئه زي السياره. ليه بسبب؟ لان بينبثق منها او بيخرج منها دخان، الدخان ده بيضر البيئه. صح ولا مش صح؟ تمام. اخذنا كمان مع بعض اشاره المرور، تمام. واشاره المرور معايا مكونه من كام لون؟ مكونه من ثلاثه الوان، احمر اخضر اصفر. طيب اما الاقي الاشاره حمراء، طبعا ده انا لو انا سايق السياره، لو انا بقود السياره بتوقف. انا بقى لو انا في الشارع وهمشي انا ساعتها هسير. اشاره المرور دي اللون الاحمر يعني توقف. توقف لمين؟ ما تتلخبطش، للي بيقود السياره، للسائق. اصفر يعني ان انا المفروض ان انا ابطئ السرعه. انا ماشي بقى كده اهوت، مش هينفع ان انا اجري بسرعه كبيره. انا ساعتها هبدا ان انا ابطئ السرعه عشان خلاص لحظات او دقائق وانا هقف. طيب اخضر يعني انطلاق. في بعض الحاجات اللي احنا لازم نعرفها في الاشاره، في بعض الاشارات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها، زي الاشاره اللي موجوده عندنا ديت. ديت عباره عن ايه؟ دي عباره عن ممنوع الدخول، خلي بالك. في اشاره ثانيه اللي هي ديت، اللي هي مكتوب عليها قف، اللي انت لازم تقف، ما ينفعش ان انت تدخل المكان ده. في كمان الاشاره اللي احنا عملناها اللي هي عباره عن دائره وفيها حرف البي وعليها علامه كده اهو، ودي معناها ممنوع وقوف السيارات. وفي طبعا يافطه ثانيه بيبقى مكتوب عليها خفف السرعه. ديت ليه؟ علشان خاطر ممكن تكون انت ماشي في الطريق بسرعه ويكون الطريق قدام فيه مثلا مشكله في الطريق او مثلا بيصلحوا، فبيقول لك خفف السرعه عشان تحمي نفسك. ولولا اشاره المرور، خلي بالك، كانت حصلت كثير من الحوادث. اشاره المرور ديت بتساعدني على الحمايه. كمان انا خدت عمليه التصميم الهندسي، وعمليه التصميم الهندسي دي بتبدا بايه؟ زي ما قلنا، اول خطوه فكره، تاني خطوه مواد، التالته تخطيط، والرابعه بناء. دوت كان مجمل للوحده بتاعتنا. ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يقولوا لي يوم الاحد. شكرا لك.